السلام عليكم، تسمعني كويس؟ اوكي، فتح الشات ايضا حتى اللي عنده اسئله او شيء تكتب على الشات اذا هذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اليوم راح نتكلم عن الاساينمنت الثانيه، راح اعطيك شرح مختصر عنه، ايش المطلوب منكم انه تسويه وكيف ممكن تسووا الاساينمنت. طبعا الاساينمنت يعني ممكن تبين دائما في الكودينج، من واحد يشوف كود يبين الفيرست وهله او الوهله الاولى انه الامور معقده، بس صراحه هي لا. واذا لاحظتوا انه في الاساينمنت هذه والاساينمنت اللي قبلها اعطيتكم يعني كم هائل من الاكواد اللي ممكن تستخدموها. ففي البرمجه هذه، في الاساينمنت هذه لاحظت تقريبا حليت الاساينمنت، بس يحتاج انه انتم تركبوا البيسز، تركبوا القطع مع بعض بحيث تساعدكم برنامج. هاي شغله. الشغله الثانيه، الفتره الماضيه عم بستلم كثير من الايميلات الشكاوي انه عليك ضغط والى اخره. وبعض الايميلات قد تكون غير لائقه يعني، بس ما مشكله، غضيت النظر. على كل لازم تفهموا شغله، انت بالنهايه طلاب، وكلنا، انا كنت طالب، كلنا كنا طلاب، والعلم له قدره. يعني تفكروا انه راح تاخذوا شهادات وان شاء الله تعالى تخلصوا السنين هذه على خير وتاخذوا شهادات، بس تفكروا ان الشهادات تجي من لا شيء. الشهادات تحتاج تعب، العلم، وهذا نعرفه من سلفنا الصالح. العلم يعني نحن العلم ما جينا على طبق من ذهب، تمام؟ فيحتاج تعب. انا اقدر ظروفكم، معظمكم موظفين، موظفات، اللي عندهم عوائل الى اخره. انا اقدر الظروف، لكن بنفس الوقت هذا علم. يعني والعلم بالعكس، العلم من اهم الامور اللي الانسان لازم يعني يخليه جزء كبير من وقته. على كل ما راح اتكلم في هذا الموضوع كثير، لانه يحتاج لي تقريبا ساعه لو حبيت بس اتكلم على انه العلم كيف انه يعني يحتاج واحد يشد حيله عليه. على كل بس الامور ما هي سيئه، وانا حكيت لكم من البدايه انا دائما موجود في خدمه الجميع، من ناحيه ايميلات، من ناحيه اي شغله، استفسارات الى اخره، انا دائما وشوفوني بجاوب وبتفاعل. لكنهم تجي عندي للاسسمنت، سواء كان تقييم امتحانات او تقييم اساينمنت او الى اخره، ما امزح، يعني اتيت فيري سيريسلي. اوكي؟ على كل انسان الحمد لله ما هذا الشيء على نهايه السمستر، شدوا حيلكم الله يعينكم. وعلى فكره ايضا الضغط، لا تفكروا انه بس جامعتنا اللي هي فيها ضغط اخر شهر، لا 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 ابدا ابدا. الضغط في كل جامعات، انا درست في بريطانيا ايضا، دائما اخر شهر عندنا كان الضغط، لانه كل الاساينمنت تقع على راسنا، كل الامتحانات تقرب على الابواب تكون والى اخره. فيعني هو الدراسه ضغط، لكن من يجي يحكي لكم عينكم الله، لازم تشدوا حيلكم، ما راح ينفعكم انه تشتكوا لي او تحكوا او خلصنا او لا تسوي لنا اساينمنت والى اخره، لان ما راح اسمع الكلام صراحه، مع احترامي ومع يعني اتاسف جدا، بس لانه انا بالنسبه لي حكيت لكم انه انا في خدمه الجميع، من تجي لوقت الاساينمنت او وقت الامتحانات، يعني لا اعرفكم ولا تعرفوني، يعني يو ار اون يور اون، انتو واللي تعلمتوه خلال الفصل. على كل طيب، الان راح بس اشرح لكم عن الاساينمنت. اذا المفروض الان جميعكم يعني يفتح الاساينمنت، الاساينمنت الثانيه خلينا نفتح ايضا. طيب الاساينمنت الثانيه اللي بعثت اياها، طيب فلاعطيكم مهله انه الجميع يفتح الاساينمنت حتى نقراها مع بعض. اوكي طيب، الاساينمنت الثاني بكل بساطه طلبت منكم انه تسووا لي ديت اند تايم بروجكت، مشروع من خلاله تسووا لي ديسبلاي، تعرضوا الوقت مع التاريخ. طيب بس النقاط المهمه اللي دائما ننبه عنها، اول شيء ديد لاين ساندي الاحد القادم، مش بكره طبعا، الاحد القادم 22 في الشهر، الساعه 11:59 تقريبا ميد نايت. ويمكن عرفتوا الان عندي ايضا عندي سبمشن، يعني الوقت الديدلاين عندي جدا جدا مهم، يعني جدا مهم. لو طالب تاخر بثانيه راح يقفل عليه الملف الفولدر بتاع سبمشن، وما راح يقدر يدخل، وما راح اقبل اي عذر، لا راح اقبل انه يعني يسلم بعدين، ولا راح اقبل اي سبمشن. لان بعض الطلاب في الاساينمنت الاول ايضا، او حتى بعض الطالبات بعثوا لي الين بعد نهايه السبمشن، بعثوا لي ايميل بالبروجكت واعتذروا انه تاخروا، لكنه طبعا يعني ما قبل، يعني اخذ عذرهم، يعني خلص صفر في الاساينمنت، لانه ايش ما كان عذرك مستحيل يطول 10 ايام ولا 12 يوم.
اوكي يعني انا اعطيكم يعني ما اعطي اساينمنت، اعطي وقت كفايه للاساينمنت، اعطي وقت كفايه للاساينمنت، بنفس الوقت عندي ديدلاين يعني فيري امبورتنت. فدائما دائما دائما نصيحتي للطلاب في السمستر هذا او السمسترات القادمه، اذا اعطيت اساينمنت اشتغلوا فيها مباشره، مباشره اشتغلوا فيها. يعني اذا ما خلصتوا من اول يوم اقله يعني قرأوها افهموها، خلوا اوتلاين للاساينمنت من اول يوم، مش من اول يوم، من ثاني يوم، مش من ثاني يوم، من ثالث يوم. واضح؟ فدائما يعني ابداوا اشتغلوا من الاول، لانه لو تركتوها لاخر، انا احكي لطلابي الفيس تو فيس، احكي لهم لو تركتوها لاخر لحظه او لاخر يوم، والله مشاكل الدنيا قاعد تصير على راسكم. بعرفها مجربه، انا كنت نفس الشيء، انا كنت طالب كل ما كنت اخر اساينمنت لقراءه الديدلاين، والله كانت مشاكل الدنيا تصير على راسي، واتاخر ويصير لي مشاكل. واضح؟ فلا تاخروها، انا اعرف انه الديدلاين يعني محدد، لكنه لا تاخروها لنهايه الديدلاين. صدقوني راح يصير لكم مشاكل في الانترنت كونكشن، راح يصير لكم مشاكل انه البلاك بورد داون، وهي كلها اعذار انا مش مقبول عندي. عندي وقت كافي، لازم تستغل الوقت هذا وتخلص الاساينمنت، وهي بالنهايه براسكو براسكو. ها تخلصوها من هسه وارتاحوا منها، يعني يكون افضل. طيب ايضا على فكره الاساينمنت هذه، ايضا الطلاب اللي اشتكوا الى اخره، الاساينمنت بالنسبه يعني الاساينمنت بشكل عام هي عباره ايضا عن ريفيجن. شوف هي كانه اوبن بوك، كانه اوبن بوك اكزام مع وقت كفايه. يعني في الامتحانات، امتحاناتي يكون الامتحان، طبعا الامتحان يكون كلوز بوك والوقت قصير ساعه ساعتين، تمام؟ لكن الاساينمنت هذه تكون ممكن تكون شويه مور تشالنجينج، يعني في من ناحيه الكودينج، يعني نتكلم عن برمجه بالذات، من ناحيه الكودينج راح تكون اصعب ما انه في الامتحان، الامتحان ما قاعد وقت، لكن في نفس الوقت هي اوبن بوك، عندكم جميع الوسائل المتاحه، في عندكم نت، في عندكم الكتاب، في عندكم المدرسين تاعكم، واضح؟ هي اوبن بوك، وبنفس الوقت عندكم وقت كافي لانه تسوي الاساينمنت، وايضا هي مراجعه لكم. فالان بنسوي الاساينمنت هذه او اي اساينمنت اعطاكم، هي عباره عن مراجعه، انتم راح تشتغلوا بايدكم، راح يو ابريشيت ذا توبيك مور، يعني راح يكون عندكم تقييم احسن وفهم احسن للماده. وصدقوني والله يعني بالنسبه للاساينمنت الاول، صدقوني انا حليته، طبعا انا اعطيت له اساينمنت ما كنت يعني ما كنت حليته. اعطيت له اساينمنت بعدين من الثلاثه، والله حليتها بسويعات، كنت جالس في المكتب عندي في الجامعه، جلست طبعا حليت بشويعات ومتفرقه طبعا، لانه يعني يكون مشغول يجيني شغله اطلع وارجع وهذا، لكنه فاتح اللابتوب كل شويه اجي اكمل الكودينج، خلصته في جلسه، يعني في وجودي في المكتب. فاذا انا خلصته في يوم، ها ليش ما تخلصوها في اربع ايام مثلا؟ انا اعطيكم اعتقد الاستاذ الاول 9 ايام، واضح؟ فاذا انا خلصت بيوم تخلصها في اربع خمس ايام، ليش؟ انه يو فيل سبمت، يعني بعض الطلاب ما سوى سبمشن يعني صفر طبعا. فيعني هاي الامور يعني يو هاف تو بي كيرفول. طيب من ناحيه التقييم الاساينمنت هذه راح يكون عليه 15%، الاساينمنت الاول كان عليه 10% مع زائد 5 بونص طبعا، وهي كانت من مصلحتكم. نفس الشيء الاساينمنت هذه 15% طبعا، يعني حتى يكون عندنا 25% الان الاساينمنت، زائدا ايضا 5 علامات بونص، فصار مجموع البونص في السمستر هذا 10 علامات بونص. يعني استغلوها استغلوها. ومثل ما حكيت لكم طبعا، لو اذا في مثل ديدلاين اذا ما سويت سبشن اكيد صفر، يعني ما في كوشن خلاص، يعني 100% لو ما سويت سبشن راح يكون صفر. لكن بالمقابل لو سويت سبشن الا ما تحصلوا علامات، وبالتحديد في الاساينمنت الاولى وهذه وفي الاي تي 110، انا عممت على جميع المدرسين، حكيت لهم انه في الاساينمنت كونوا لينير في الماركينج، يعني راح نكون سلسين شويه بس بالشكر، يعني انه نكون سلسين شويه في الماركينج، بحيث انه يعني نحاول الطلاب ياخذوا علامات كويسه اذا الطلاب ما غشوا طبعا، لانه ما احب انه اشوف اشغال متشابهه 100%. طبعا التشابه لازم يكون موجود بالنهايه، برمجه في عندنا كي ووردز الجميع راح يستخدمها، بس عفوا دقيقه راح اول انسر اول كويشنز، اول انسر اول كويشنز بس بعد شويه. اوكي الـ طبعا يعني التشابه راح يكون موجود، لكن مستحيل 100%، يعني صعب انه 100% الاساينمنت المتغيرات نفسها راح اسميها الشغل نفسه، ما بجوز. اشتغلوا مع بعض حلو، بالعكس حلو انه الواحد يشتغل مع بعض يساعد، يعني واحد يساعد الثاني، بالعكس انه اتس جود، بس بالنهايه اتس انديفيدجوال ورك، تشاوروا تساعدوا تناقشوا، بالنهايه اتس يور انديفيدجوال ورك، فلازم تكون بصمتك او بصمتك انت عليها على الاساينمنت تاعك بس.
طيب submission has to be via Blackboard. طبعا ما راح اقبل اي email submission يعني اللي يسوي وهذا خليته زي كذا حتى في الفانت الاولى اللي يسوي submission by email it will not be accepted اصلا يعني انا يعني جاني كم ايميل او يعني بعث الطلب كنت submit بالباكورد وعلى طول I deleted the emails ما اشوفهم. طيب plagiarism حكينا عنه هو اللي هو copying والوش اريد instructions carefully. طيب الاسايمنت هذه ايش موضوعها كما حكينا انه تقرأوا لي الوقت الثواني والدقائق والساعات مع التاريخ يعني من ناحيه الايام والاشهر والسنه. هاي شغله. الشغله الثانيه طبعا لو سويتوا هاي الشغله فقط طباعه ما تحصلوا علامات اوكي علامات كويسه. لكن الشغله اللي هي حتى يجد فول مارك انه بغيت منكم انه ايش تسوي عمليه انكريمنت زيادة. يعني كيف زيادة؟ يعني على سبيل المثال أعطيتكم مثال أنا في الصفحة الأولى إذا أشوفوها الآن حكيت لكم لو خلينا الثواني على سبيل المثال لو خلينا الثواني 65 طبعا 65 ما بيجوز الثواني من إيش لإيش؟ الثواني من إيش لإيش؟ هل سؤال لكم الثواني من إيش لإيش؟ لا أيوة من 0 إلى 59 مش 60 دقيقة أيوة 59 مش 60 ليش من 60 راح يصفر وليس من واحد من صفر ثواني. فكر بالساعة اللي عنده ساعة الآن ديجيتال خلي تفكر فيها ها دائما الثواني من صفر إلى 59 مجرد إنه صار 60 إيش صار صفر العداد من جديد لكن بالمقابل زادت الدقيقة واحد وصلت الفكرة وهكذا نفس الشيء الدقائق من صفر إلى 59 مجرد ان الدقيقه صفرت الساعه زادت واحد نفس الشيء الساعه نتكلم عن اليونيفرسال اللي هو من صفر يعني ال 24 ساعه ل 24 بالضبط من صفر ل 23 مجرد انه صارت الساعه 24 معناته صفر صار ميد نايت نص الليل صفرت الساعه بالمقابل التاريخ زاد واحد وهكذا والاشهر نفس الشيء والسنوات نفس الشيء. طيب لو اعطيتكم بس خلينا نرجع لصامد اسد اوكي فلو حكيت انه 65 يعني اعطيتكم 65 دقيقه هذا ايش يعني؟ يعني انه صار صفر عداد الدقائق وصار خمس ثواني على الايش؟ على الـ 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 يعني صار عندنا خمس ثواني لكن بالمقابل الدقيقه زادت اوكي. فلو اخذنا لو كان عندي الوقت 59 59 23 اللي هو يعني الساعه الدقائق ثواني دقائق ساعه لو سوينا 65 لو انا كتبت كيوزر دخلت يوزر انبوت كتبت 65 في خانه الثواني ايش المفروض يطلع لي؟ ها وانا مسوي ست للثواني 59 23 المفروض على طول الثواني اوتوماتيكيا يسوي لي هي 5 لانه 65 يعني 5 ها طبعا الاجابة ستسلكوا خلوا بس ملاحظاتكم اكتبوها او الانسلت يعني بس اعطوني دقائق ان شاء الله ويعني او الانسلت ان شاء الله. طيب فالدقائق صار عندي صفرت بالنهاية ايضا الساعة صارت عندي صفرت لانه 23 بعد ميد نايت والتاريخ زاد وهكذا. طيب اوكي هذه من ناحية المطلوب منكم اوكي. طيب المافي كيف راح يكون؟ معطيكم مافي كرايتيريا هذا بالضبط اللي راح نتبعه انا والمدرسين الثانيين في التصليح. طبعا 15 علامه اللي هي يعني علامه الاساينمنت 15 علامه اذا كان الشغل واضح وشغال 100% وميت الريكويرمنت اللي حكيت عنها يطبق الريكويرمنت اللي انا هسه حكيت عنها. طيب من 11 الى 14 تبدا تتناقص اذا كان البرنامج شغال بس بعض الامور ناقصه فيه من 6 الى 10 اذا كان البرنامج شغال بس كثير من الامور ناقصه فيه كومنت ما موجوده الى اخره من 3 الى 5 اذا البرنامج ما يشتغل ما حكيت لكم انتم لو سويت سبمشن حتى لو يعني ما اشتغل البرنامج يو ويل ستيل جيت سم مارك حتى لو البرنامج ما يشتغل بس اتس يور اون ورك يعني فعلا مبين انه اشتغلت فيه يو مايت جيت 5 اوت اوف 15 اوكي اذا من 1 ل 2 طبعا ها اذا ما اشتغل يعني 3 الى 5 تاخذوه اذا البرنامج ما كان شغال does not compile بس مبين انه كنت عبته يعني بين طالب كنت تعب في البرنامج بس ما اشتغل معه ياخذ من 3 ل 5 علامات. اذا الطالب ما اشتغل برنامج عندي بس مبين ان الطالب يعني زي ما احكي شغل يعني شغل بالعراقي احكي شغل يعني انه هو يعني something يعني يسووه بسرعه
سووه بسرعه بحيث انه يعني ما يعني ما بين اللي شغل طالب فعلا جلس وتعب تاخذ من علامه العلامتين صفر طبعا اذا يمثل ديدلاين او انه صار عندي 100% اشوف سيميلاريتي بين الاشغال. لحد الان طلاب ارفعوا ايديهم بس يعني معلش دقائق خلوني بس اخلص النقاط اللي عندي واول انسر اول يور كويشنز. طيب الان نجي على البونص، هاي حكينا 15 علامه ما عدا البونص. بالمناسبه حتى في الاساينمنت هذه والاساينمنت اللي قبلها مش ضروري تاخذ فول مارك حتى تاخذ البونص. يعني الاساينمنت الاولى انا حكيت فيه كان تقريبا علامتين على الكومنتس اللي يخلي كومنتس. حتى لو البرنامج ما اشتغل ويوديد فول كومنتس تاخذوا علامتين يعني زياده ما لها علاقه، يعني مش شرط تاخذ علامه كامله حتى تاخذ البونص. واضح؟ فيعني لو اشتغل البرنامج تاعكم ويعني خليت البون او عفوا يعني خليت البونص بالبرنامج سواء اشتغل ما اشتغل يفقد البونص. فهي شغله ممتازه ايضا لكم. طيب البونص ثلاث علامات. اذا طبعا انا طالب منكم تطبعوا لي يا الستاندرد تايم، ايش يعني ستاندرد تايم؟ ايش يعني ستاندرد تايم؟ بنحكي ستاندرد تايم ايش يعني؟ ايه بالضبط يعني اي ام بي ام بالضبط يعني للساعه 12 بنحكي ستاندرد تايم، هم الوقت المتعارف عليه اللي هو يعني من الـ من الـ من الواحد ل 12. بعد كده يبلش عندي يعني هو يكون عندي اي ام بي ام بالضبط 12 ساعه يكون عندي، بس يكون عندي كلمه اي ام وكلمه بي ام. طيب لكن اليونيفرسال تايم اللي هو حكينا ال 24 ساعه اللي هي من 0 ل 23. طيب فاللي انا المطلوب من الاساينمنت انه يعني يو برنت ون يعني ون يعني نوع واحد من الانواع. لو طبعت النوعين تاخذ ثلاث علامات بونص. علامتين زياده بونص لو شرحتوا لي الكود اللي على صفحه اربعه. اذا قلبتوا على صفحه اربعه راح تلاقوا مخلي مثل باللون الاحمر. ها طبعا هو واضح بس اشرحوا لي اياه بالتفصيل. واضح اذا شرحتوا لي اياه بالتفصيل تاخذ علامتين ايضا زياده. فيعني حتى لو طالب ما اشتغل مع البرنامج ها لكن فهم الميثود هذه ووضح لي هي 100%. خلينا نحكي انه طالب بعث لي برنامج ما شغال واخذ عليه 5 من 15 مبين عليك انه اشتغل واخذ 5 من 15 لكن وشرح لي هذا الكود ها مش مجرد انه شرح لي اياه ها راح ياخذ علامتين زياده فصار 7 من 15. فهمت علي؟ يعني انه يو دونت هاف تو هاف يعني 100% برنامج يكون يعني تاخذ 15 حتى تاخذ 5 علامات، لا يعني 5 علامات متاحه للجميع، اوكي؟ طيب الان لو نجي على الصفحه الثانيه اعطيتكم سامبل كود مثل ما اعطيتكم في الاساينمنت الاول، على فكره جدا 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 مفيد. السامبل كود هذه يعني اي ويل الاو يو تو كوبي بيست فروم، يعني هذا انا مخليها لمساعدتكم حتى لا يعني يعني تكون يعني انه 100% شغل من صفحه الدواء. نعطيكم بعض الامور حتى تبداوا فيها. طيب ابداوا افتحوا الكلاس اللي هو سميناه داتا تايم، واضح؟ وعلى طول خلوا الاتريبيوت. ايش الاتريبيوت؟ احكوا لي ايش الاتريبيوت تاع الكلاس راح يكون؟ كلاس داتا تايم، ايش الاتريبيوت تاعه؟ طبعا فايدر طبعا بس ايش الاتريبيوت؟ سكند مينت والباقي واور بالضبط ودي وماونت وير. اوكي هاي الاتريبيوتس ست اتريبيوتس راح يكون عندكم سكند مينت اور داي مانث يير. اوكي فاحنا خلصنا الان خلصنا موضوع الاتريبيوتس فسهل جدا. فلو بداتوا بس هي البدايه يمكن قد تكون صعبه ها فهاي اول شيء خلصنا خلينا الاتريبيوتس تاع البرنامج. بعدين سووا السيتنجز تاع البرنامج او كونستركترز. اوكي طبعا السيتنجز يعني بس كمثال بسيط لو سوينا ست تايم على سبيل المثال مثل ما نشوف بالميثود هاي ست تايم اللي هو اي فويد ست ميثود خلينا الاتربيوتس تاعتنا عفوا الارجيومنت سوري الارجيومنت تاعتنا اللي هي الاج والام والاس. اوكي ممكن تعرفوا انه الاول تساوي اتش المنت تساوي ام السكند تساوي اس فصار الان يوزر ارجيومنت صار يوزر انبوت هنا. طيب لو جينا حكينا بس اعطيك مثال على الاور داخل المثل هذه الاور تساوي هيتش اكبر او تساوي صفر اند طبعا هاي تتكلم عن اليونيفرسال تايم يعني الساعه راح تكون من صفر الى اصغر من 24 يعني الى 23 وتقدر تحكوا اصغر تساوي 23 او اصغر من 24 يعني 23. طيب بعد علامه بعد طيب من يشرح لي
القطعه اللي بعدها يعني من 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 بعد القوس في عندنا علامه استفهام، في عندي هيتش، في عندي نقطتين، في عندي صفر. ايش يعني ها؟ ايش يعني هذا الصفر؟ ايش يعني هذا؟ start from هنا if yes, yes good good if yes or if no لا يا ممتاز ممتاز صح if yes if no. طيب حلو حلو، نجي الآن نحكي طيب إذا كانت الساعة H من بين 0 إلى 23 ها علامة استفهام، علامة استفهام تعني if it's true إذا كان صحيحة اطبع لي قيمة ال H أو يعني اطبع لي قيمة ال H أو أنه يعني احجزها في قيمة ال H، هاي الفاليو احجز لي إياها في ال H. إذا كانت لا خلي لي 0 وضحت؟ معناته إذا الساعة أكبر من 23 عفوا نعم إذا الساعة أكبر من 23 راح أصفر الساعة بالمقابل راح يزيد عندي التاريخ بس ما سوينا إنكريمنت يعني هذا بس أول شيء خلي عملية القوانين نحن ما حكينا في الست ميثود دائما نخلي قوانيننا أوكي فإذا كان علامة استفهام يعني إذا كانت صحيحة القانون هذا معناته خلي لي قيمة الهيتش إيش ما كانت لأنه معانا من 0 ل 23 إذا كانت غير صحيحة القيم اللي موجودة معناته صفر لي الهيتش نفس المبدا ينطبق على الام نفس المبدا ينطبق على الاس طيب بعد كده الان عندي public string من نحكي public string يعني we are dealing with a method that is all string من نحكي public string اسم method احنا الان عم نشتغل مع method ايش ما كان داخله راح يكون عباره عن string طيب فحكينا رجع لي قيمة string.format string.format مثل printf بس مثل ما حكينا printf could be anything من ناحية string.format we are dealing with 100% string okay حتى لو خلينا أرقام we are talking about string okay string.format نفس مبدأ printf نفس المبدأ 100% لكن ما راح يعني يطبع لكم جملة راح خليكم يعني إنه الفورمات تاع الجملة بعدين يطبع الجملة واضح؟ طيب فخلينا اللي هي طبعا نعرف الان اكيد نعرف ايش يعني percent 2D طيب ايش يعني percent 2D؟ ايش يعني percent 2D؟ percent 2D كمان اخذناها كذا مره مرت معنا في خلال البرنتس لا 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 مش ريميندر، ريميندر إذا كانت البرسنت لحاله، نحن الآن شوفوا بين أقواس عم نتعامل مع سترينج. نعرضها طيب كيف نعرضها؟ من تو سبيسز صح تو سبيسز مش سترينج تو سبيسز عندي دي ايش دي؟ كمون هاي يعني سهلة. صح حكينا برسنت تو يعني تو سبيسز. بالضبط كم خانة يعني اثنين two spaces بس مش string هي جملة هي كلها string لكنه الجزئية هذه ديل ايش يلا طريقة ارضاء ممتاز خلاص اوكي اوكي تمام انتجر صح اللي حكى عبر اسف المشهد الاخر شيء صح انتجر صحيح تمام 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 او اللي كده صفر صفر ايضا يعني صحيح مش دبل مش دبل اوكي لا مش دبل الدي هنا تعني ديسيمال ها اللي هي انتجر يعني من نحكي من نحكي percent to d احجز لي موقعين لديسيمال لارقام الساعة طبعا اكيد موقعين لانه صح الخوات اللي حكوا صفر صفر صحيح ما هو ساعة كيف شوف ساعة بستو ما صح رقمين بعدين نقطتين فوق بعض رقمين بعدين نقطتين فوق بعض بعدين رقمين هو هذا اللي سوينا لاحظتوا لاحظوا percent 2d ها نقطتين percent 2d نقطتين percent 2d يعني جزولنا مكانتين للساعة للدقيقة للثانية واضح؟ طيب هذا في حالة كان عندي universal time اوكي في حالة انه عندي AM و PM بس اسوي عملية string ثاني اسميه اللي ابغاه اوكي بس اغير الفورمات تاع
بس اغير نفس المبدا، بس اغير الفورمات تاعه. الان صار عندي، شوفوا الشرط اختلف، الشرط منها اختلف، صار عندي الساعه يا تساوي صفر يا تساوي 12. طيب اذا كان هذا صحيح اطبع لي 12، صح ولا لا؟ بالساعه العاديه اللي مش بالاي ام بي ام، اللي مش يونيفرسال، بالاي ام بي ام، اذا كانت صفر اذا كانت 12 ما هي صح 12، صح ولا لا؟ تمام. طيب اذا كانت عكس هذا طلع لي باقي، هل الان هذه العلامه النسبه المئويه الان تعني باقي القسمه، اذا فكروا بها رياضيا، فكروا بها رياضيات الان، تمام. اذا كانت الساعه تساوي صفر، او طبعا الشخصيتين هذه اللي شفتوها هاي تعني اور او عكس الاند، اند الاند اند يعني اند، تمام. الشخصيتين اللي جنب بعض يمكن اخذناها احنا في خلال برمجتنا، شخصيتين جنب بعض تعني انه اور. طيب فاذا كانت الساعه يا صفر يا 12 اطبع لي 12، غير كذا طلع لي باقي القسمه على 12. على سبيل المثال لو كان عندي، لو كان عندي خلي نحكي الساعه مثلا 14، ايش راح يكون باقي القسمه؟ لو كان عندي رقم 14، ممتاز. اثنين، لا مش 7، مش 7 ليش 7؟ اذا كان عندي 14 باقي قسمه على 12، 14 تقسيم 12 1، باقي قسمه 2، معناته الساعه كم؟ معناته الساعه كم؟ معناته الساعه 2، صحيح؟ لكن راح تكون بي ام، معناته الساعه 2 بس راح تكون بي ام. وضحت الفكره؟ نفس الشيء. طيب لو كانت الساعه 16، اوكي نفس المبدا، تقسيم 12 1، ها باقي قسمها 4، معناته تكون راح تكون الساعه، اوكي راح تكون الساعه ايضا 4، ساعه 4 بي ام، اوكي. طيب اذا كانت الساعه 5، اذا كانت الساعه 5 كم باقي قسمها؟ إذا بس مجرد نحكي ساعة بالضبط 5، صحيح. لو كانت 5 بس هنا راح تكون أي أم. لحد الآن نحن عن فكرة، نحن عم نحكي الآن باقي القسمة، لحد الآن لا نعرف لا أي أم ولا بي أم، نحن الآن عم نطلع قانون باقي القسمة، واضح؟ طيب بالسطر اللي يليها، بالسطر اللي يليها إذا شفنا راح تلاقوا أنه مخلي قانون للأي أم بي أم. نحكي أوكي، طيب نحكي إذا كانت الساعة أصغر من 12، يعني نحن مثل ما حكينا 5 طلعنا باقي القسمه من 5، حكينا 5 5 باقي 5 مود 12 5، اوكي. طيب بس 5 بالمقابل هي اصغر من 12 فراح تطبع لنا وراها اي ام. طيب نقطتين فوق، يعني اذا كانت، لا اذا كانت اكبر من 12 مثل ما حكينا، لو كان عندي 14 باقي القسمه على 12 2، لكنه لانه الرقم هذا 14 اكبر من 12 راح يطبع لنا في ام. وضحت هاي النقطة؟ واضحة؟ طيب الآن خلي بس ناخذ اللي بعده. الآن خلاص هذا بس شوفوا، هذا مثل على فكرة لو سويته هذا بس، طبعا هذا يعني كلاس، بعدين سوينا مين كلاس إذا شفتوا المين مثل، بس عن مجرد عمليات استدعاء مثل ما كنا ناخذ عملية استدعاء كله، يعني هذا الحكي ما راح اشرحه لانه اعتقد يعني حكينا عنه كثير في خلال دراستنا، ها مجرد انه بس خلى القيم الى اخره. فبعد كذا شوفوا بالازرق، المربع الازرق هذا يطلع لنا الاوتبوت. على فكره لو سويتوا هذا الشغل اللي انا هذا اسوي لكم اياه موجود قدامكم، ها لو سويتوا راح تاخذوا علامات، طبعا مش علامات كامله لان لسه الشغل ما كامل، لكنه حصلت علامات. شفتوا السهوله وين؟ طيب بس طبعا لا تسوي كوبي بيست بالضبط مثل ما هو، يعني شويه اذا سويت هذا الشغل طبعا يعني حاولوا شويه تغيروا في اقله المصطلحات، اقله يعني الى اخره، سووا تغييرات، لكنه لو سويت لحد منها راح تجيبوا بعض العلامات، اكيد مش علامات كامله لانه لحد الان الشغل ما خلص، لكن ها يعني سويت الشغل هذا يعتبر شغل. طيب نكمل، خلينا نشوف الآن. نجي هذا كان كل الحكي على التايم الساعة، الآن نجي على الديت اللي هو الـ التاريخ،
نفس الشيء الاتش بي بتاعه ما مطير ما مطير، لكنه طبعا انا حكيت لكم انه سووا كومبينيشن بكلاس واحد، يعني كل هذا راح يكون بكلاس واحد. ونجي نخلي قوانيننا، نخلي كونستركتر تاعنا نسميه هنا ديت، وخلوا متغيرات ثانيه يعني تعبر عن المنط، مثلا منط مثلا سموها هذا المنط، سموها ايش ما تحبون، الدي نفس الشيء واليه نفس الشيء، بس مجرد متغيرات اليوزر يدخلها. وبعد كذا نحكي الان نخلي قوانيننا في الكونستركتر وخلينا نشوف فاليو، يعني المنط راح يسوي لنا تشيك منط، اليه يسوي لنا يير، والدي يسوي لنا تشيك دي. طبعا هذول كلهم موجودات جوا، راح تلاقوا عندنا اي مباشرات من تحتها عندنا تشيك منط. الان ايضا نفس الشيء البرايفت تشيك منط راح يسوي لنا عمليه تشيكينج للمنط، تشيك لنا اللي هو الشهر. اوكي طيب بعد كذا عندنا تشيك داي. تشيك داي مهم، ليش تشيك داي مهم؟ لانه كل شهر تختلف عدد الايام اللي فيه، بعض الاشهر عندنا 30 يوم، طبعا ميلادي يعني هذا التاريخ مش ميلادي اتكلم، الـ يكون بعض الاشهر 30 يوم، بعض الاشهر 31 يوم، وشهر 2 شهر شباط 28 يوم، لكن كل اربع سنوات يصير 29 يوم. انتوا عارفين بشهر عارفين المعلومه هذه صح؟ عارفين المعلومه هذه؟ شهر شباط شهر 2 ميلادي اوكي 28 يوم، لكن كل اربع سنوات يصير 29 يوم. حلو، ها بلشت الان شويه حليت لكم من المثل اللي هي بالاحمر، هذا شغلكم انتوا، واضح؟ انا اعطيتكم هنت عليها، واضح؟ سنه كبيره بالضبط، اعطيتكم هنت عليها. انتوا الان مسؤوليتكم الميثود اللي بالاحمر تشرحوا لي بالتفصيل، الميثود اللي مخليها بالاحمر تشرحوا لي بالتفصيل، وباقي نفس الشيء يعني والى اخره، بس تكملوا الحكي الى اخره. بعد كذا معطيكم اللي هو الاساينمنت ستراكشر هذا فولوينج، معطيكم نقاط كيف ممكن تسوي ستراكشر للاساينمنت بتاعكم. بعد كذا بالصفحه 4 بعد المثل دي بالاحمر معطيكم الان، معطيكم اللي هو الجزء الثاني من الاساينمنت، ما حكيت بالاساينمنت. طيب لو سويت الحكي هذا لحد الان تاخذ علامات ممتازه، لكن مش فول ماكس. الفول ماكس اذا انا دخلت مثلا 70 في خانه مثلا ثواني، المفروض اوتوماتيكيا البرنامج يطبع لي ثواني 10 طبعا كذا دقيقه، واذا اضطر المجهز يزيد الساعه الى اخره. طيب كيف نسوي العمليه هذه؟ نسويها من خلال المثدات اللي انا خليت لك اياها، سميناها انكريمنت او سميت التيك تيك، يعني انه من التيك بتاع الساعه، وكيف نسوي انكريمنت للساعه، وكيف نسوي انكريمنت للدي، وكيف نسوي انكريمنت للمنط، طبعا اكيد المحصله اللي هو اليوم، واضح؟ فاين هنتس جدا مفيده، الاكواد هذه جدا مفيده، تقدر تستخدموها مثل ما حكيت لكم. طبعا دائما اي شغل في الدنيا بدايته هي شويه مزعجه، انه اوف من وين ابدا، لكن مثل ما حكيت لكم لو بس ابداوا افتحوا البلو جاي، سووا الكلاس تاعكم، سووا ديتا تايم، وخلوا الاتربيوت تاعكم مثلا شويه شويه، وشوفوا الاكواد الموجوده شويه شويه، وبدت المشكله او يعني شويه خلينا نحكي الضباب ينقشع، واضح؟ فانا فاهم انه نوت تو باد از دوبل، بس يحتاج يعني شويه فهم طبعا وشده حيل، وان شاء الله يعني خلال يعني اتمنى خلال يومين ثلاثه اربعه، اتمنى قبل الجمعه القادمه، مع العلم الديدلاين دكاتره الاحد، لكن انا اتمنى خلوا انتم ديدلاين لحالكم، ان تخلصوا الشغل قبل الجمعه القادمه. ديدلاين انتم خلوا لحالكم انه هذه الاساينمنت تخلصوها قبل الجمعه القادمه وأوت أوف ذا واي، واضح؟ والأسبوع اللي بعده طبعاً مثل ما وعدتكم يعني مثل هذا الأسبوع الجاي، الأسبوع اللي بعده راح أعطيكم ريفيجن الامتحان اللي هو الفاينل. خلاص هيك أنا اللي عندي أعطيته، حد عنده سؤال؟ يعني الآن اللي رفعوا أيديهم في أيديهم مرفوعة، طيب أعطيها لطيفة أعطيها المايك. السلام عليكم أستاذ علي. أوكي تفضلي. تسمعني بالخير؟ استاذ علي في عندي كذا نقطة حابة اتكلم فيك معاها، ويا ريت انك تاخذها بعين الاعتبار. تفضل سامك يا سامك، تفضل. مع التصحيح احنا انت زي ما انت عارف ما احنا جالسين نطبق في المعامل، فهذا شيء يزيد صعوبة علينا في البرمجة. بدينا الاسبوع اللي راح، المحاضرة اللي راحت، ولاحظت يعني في كثير من الطلبة اذا مو اغلبهم الكل جالس يعاني مو عارف يبرمج اي كود. بالنسبة للأسايمنت اللي قبل اللي أرسلته، وهذا هو يرجعنا للنقطة اللي كلمتك فيها،
اغلب البنات طبعا مو من تخصصنا، من تخصصات ثانيه، بس يدرسون ماده السي اس، اضطروا يلجؤون الى مبرمجين من برا عشان يحلوا لهم الواجب، لانه هم بحاجه للدرجات. فهذا الشيء نعم يعني ما اعتقد انك انت ودك يكون في طلبتك، معناته طبعا انت عندك مشكله بالطلبه، فلازم تحلون الموضوع. يعني مو طبيعي، احنا وصلنا لنهايه الترم في الفاينل، وانا كمبرمج ماني عارفه ابرمج برنامج عادي طبيعي بسيط اللي هو زي هلو وورد ولا الاساينمنت اللي انت اعطيتنا اياه. صراحه الدكتور نعم كان جدا صعب بالنسبه لي، وانا عندي خلفيه في البرمجه، يعني انا دارسه فيجوال بيس، بس نعم كان صعب لي، فما بالك الطلبه الثانيين اللي ما عندهم خلفيه. وانا ما قاعده اقول لك بس طيب كلامي، هالكلام هذا كلام كل دفعتي، يعني اغلبهم مساكين جالسين نعم يعانون. طيب يعني شكرا جزيلا الموضوع طبعا شكرا على ال دبل عليهم. فأنا كل طلبي الحين إنه يا ريت تراعونا، لأنه إحنا بحاجة كثير نعم للدرجات، وشفت أنت مستوانا في الميد تيرم كان يعني أقل من الجيد، فيا ريت يعني تنتبه لهالنقطة وتراعوني فيها، وشكرا لك. نعم نعم طيب اوكي شكرا جزيلا طبعا يعني كومنت كويسه كومنت يعني منطقيه. طيب خليني احكي لك بس شغلتين. اذا انت ذكرتي نقطتين، النقطه الاولى انه ما في عندكم لابات والطلاب يعانوا وما يعرفوا انه كيف يسووا برمجه واحنا يعني حتى الشغله الاولى طبعا اللابس اللي عندنا او يعني انه تعذرنا اللي يعمل اللابس بسبب الوقت الضيق اللي موجود. يعني نحن نشوفكم او الفيس تو فيس اللكشر تاعكم يشوف او اللكشر يعني المدرس حقكم يشوفكم مثلا ساعه في الاسبوع فيس تو فيس. بالمقابل احنا ما لغينا العملي، يعني انا كم هوم ورك اعطيتكم هوم وركات عاديه اللي هي مش مصححه، يعني بس هوم وركات انه يعني تشتغلوا عليها انتم خلال السمستر. هذه على فكره مو بدل اللابات. ليش؟ ليش نبدل اللغط؟ لانه ما هو يعني هي برمجه، سواء اعطيتكم الهوم ورك سووه في البيت او سووه في اللاب هو نفسه راح اعطيكم اياه. يعني لو سوينا لغط ها نفس الشغل اللي نسويه في اللاب انا اعطيتكم اياه، بس انتم سووه براحتكم في البيت. وفي طلاب كثير اشتغلوا. طيب هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه من انه والله الطلاب هيعانوا من نهايه السمستر وما عرفنا نبرمج. صراحه يعني احكي لك شغله، يعني ما احب اني اوضع اللوم على الطالب، بس هو هذا الحق يقال انه اللوم على الطالب لاسباب. السبب الاول انتم بالنهايه يعني انا دائما احب انه اوضح للطالب، لكل طلابي في الجامعه وجامعات سابقه انا درست فيها، دائما احب اوضح للطالب انت يعني اسمك طالب، انت طالب يو ار سيكينج سمثينج، انت قاعد تبحث عن شغله. واضح؟ فالعلم ما يجي بهالسهوله هذه، نحتاج احنا نتعب. احنا على فكره العلم مذل، يعني هو اللي يذل، يعني اللي طالب العلم مذلول. كل ما انا احكي لكم دائما طالب مذلول، وانا كنت مذلول وانا عانيت، تمام؟ كل ما طالب العلم سبحان الله، يعني هذه هي شغله ربانيه، رب العالمين قدس العلم وحث على العلم، فجعل طلب العلم في مذله وفي مشقه وفي تعب في سبيل نصر العلم. ما في حجه لطالب يجي يحفظ انا هسه مستمعت برمجه، طيب ليش يا اخي، ليش يا اختي، ليش ما تعرف تبرمجي؟ مش انت، انا احكي على الجميع بشكل عام، ليش ما تعرف تبرمجوا؟ طيب احنا عندنا سمستر كامل في الان. شوف انا دائما احكي انا ابوي دكتور، لكن ابوي من كان يسوي من كان يبحث عن معلومه، فما كان في عنده جوجل ولا كان في عنده انترنت، كان لازم ايش يترك مشوار لوين؟ للمكتبه حتى يطول كتاب معين يبحث عنه اول شيء، يشوف وين الكتاب، ينزل الكتاب هذا من المكتبه، يبحث على الصفحه اللي فيها المعلومه، كانت سالفه. احنا رب العالمين انعم علينا في التكنولوجيا هذه اللي هي اصبحت شغله سهله، يعني الان احنا جالسين على اللابتوب بتاعنا ها نتواصل ايميلات، ما بس كذا، الان جوجل يعني كثر خيره، الان جوجل اي شغله تحبوه بس اكتبوه على جوجل، راح تلاقوا كل انا حتى انا مبرمج ها، لكن لحد الان على فكره انا مبرمج، لكن لحد الان انا بستعين بجوجل في عمليه بعض البرامج اللي نوقف على شغله، ما يعني حسيت البرمجه يعني هي برمجه بحر واسع، مش شرط الواحد يعني ما في حد يعرف برمج 100%، ها فنستعين في جوجل بس يشوف انه برامج معينه. تمام، فالحق على الطالب، بعدين الوسائل متاحه، بعدين احنا متاحين، انا متاح، انا يعني ما اظن الحمد لله شكرا ما اظن اني قصرت من ناحيه اجابه الاسئله للطلاب خلال سمستر كامل. طيب وين الطلاب اللي عانوا؟ ليش لا تبعثوا لي ايميل دكتور سويت الكود هذا؟ طيب دكتور يعني شو فيها؟
هم؟ انا حتى حليت لكم يعني الكود الهومس اللي سويته فيها حليت لكم على اليوتيوب، حتى اللي عنده مشكله في البرمجه مثلا حتى البدايات حتى هلو والى اخره ما نقدر نشرح على اليوتيوب وبعثت اللينك ما هي موجوده. فبس هي مجرد انه طالب يشد حيله. هم؟ شوفوا انا اعرف هذه مو فقط طلاب في طلاب جامعه سعوديه الالكترونيه، كل طلاب العالم حتى في اوروبا. هي اصبح مع الاسف الان طالب بس يبحث عن علامه ويبحث عن شهاده. ما ألومه طبعا، يعني هو هذا الاضطراب النهايه، لكن ارجع اعيد واحكي يحتاج مشقه لطلب العلم. حرام حرام ياخذ الشهاده بس كذا، بس ندخل مجرد انه اسمنا مسجلين في الجامعه نطلع بايدنا شهاده، حرام. اذا ما الطالب شويه يمكن انعصر تعب صار مشقه بحث عن معلومه. طيب هاي شغله. الشغله الثانيه انتم بالاخص انا تكلمت بشكل عام على كل طلاب الدنيا، بشكل عام في طلاب الجامعات المفتوحه مثل حالتكم انتم، لا تنسوا جامعه مفتوحه. يعني دائما ارجع اعيد لكم وهذا سمعتوها من كذا من المدرس، لازم هاي الشغله تخلوها يعني في بالكم في السمسترات القادمه. احنا السمسترات يعني شرفنا على نهايته في الايام القادمه، واتمنى لكم جميعا الموفقيه. لازم تعرفوا ان انتم طلاب جامعه مفتوحه، يعني الضغط على الطالب اكثر. كيف اكثر؟ من ناحيه اقتناء المعلومه. انا كنت زمان كنت ادرس في احد الجامعات، كانت جامعه عاديه، انا 24 ساعه كنت في وجه الطلاب 24 ساعه. طبعا جامعه عاديه كانت الطلاب يوميا في عدم دوام، كان عندي 3 ساعات وجه يعني وجه اشوف اسبوعيا، عاد انه مكتبي موجود الطلاب موجودين يروحوا يعني رايحين جايين يسالوني. تمام؟ فطبعا ايضا كان انا لا افكر ان انضغطهم لانه انا نظامي واحد، لكن انتم كجامعه مفتوحه بعد الضغط شويه عليكم يكون اكثر، لانه تشوفوا انه الوسائل موجوده، كل شيء متاح لكم، بس مجرد يو هاف تو يوتيلايز ات، يو هاف تو يوز ات. اوكي؟ معها طبعا انا راح اسكت عن الموضوع هذا لانه لو حكيت فيه راح يعني اخذ ساعتين من وقتكم ما ادوخ راسكم، لكن معها الاخت لطيفه انا ما حكيت لك انا يعني ايضا في الاساينمنت هذه ايضا يعني راح اكون لين انا وباقي المدرسين والمدرسات في التصليح، بس مجرد الله يخليكم سووا شغل وبعثوا لنا اياه. اما اللي تسوي مثلا تستعين بمبرمج او الى اخره، طبعا انا يعني انا مش انه يعني شرطي راح يعني افتش على الجميع، لكن خلص يعني هي وضميرها هي ويعني مع يعني هي ان شاء الله هي تنجاز فيها اذا تبغى العلم عن جد وهذا، وهي تشتغل بايدها والمساعدات موجوده وانا موجود. كان اذا تحب تستعين بامور يعني خارجيه طبعا، يعني طبعا هي ممنوعه لو انا اعرف فعلا يعني اصفر طالب او طالبه، لكن طبعا انا حكيت لكم مش وظيفتي اني افتش على الجميع نقل يعني انه جاب الكود من برا ما جاب من برا، لكن يعني ظل هاي شغله ظل. اوكي فخلص انا ما راح اتكلم عن الموضوع هذا لانه السبت اعتقد فيه. طيب مضطرين يا دكتور اخت لطيفه يعني مش ما في اضطرار في شغل، ما في اضطرار علم. علم كان 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 البخاري ومسلم كانوا سنتين يتركوا مشوار بس حتى يجيب حديث واحد ياخذ معه سنتين بس عشان يتاكد من صحته. ما في مضطر. العلم يحتاج له جلد، يحتاج له تعب، ما في مضطر ابدا، والوقت موجود بس واحد يضغط نفسه. انا لو احكيكم عن حياتي التعيسه الدراسيه يعني كنت زيكم على فكره، انا ما اهم على فكره ان نحكي على ان نحكي بهذا الموضوع، لانه اتكلم انا زيكم 100% وزي الكثيرين منكم، لا تفكروا انا كنت جالس ومرتاح وبس ادرس، لا 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 لا. كان انا من طالب في المدرسه الى ان خلصت الدكتوراه وانا حياتي كلها اشتغل وادرس، اشتغل وادرس، يعني كان عندي شغلتين، وكان كثير من الطلاب غيري ما كان عندهم هاي، كان كثير من الطلاب غيري كانوا يدرس يعني عادي فقط دراسه فقط، لكن انا كنت ادرس واشتغل، فانا اعرف الطلاب، اعرف ايش يعني كلمه تدرس وتشتغل، ما هي سهله، لكنه الطالب اللي عنده جلد يسويها. على كل فاتمنى الموفقيه للجميع، واحنا موجودين يا اخوان، انا موجود الخدمه والجميع الاساتذه ما يقصرون معكم ان شاء الله تعالى، ويلا الحمد لله تحملوا الاسبوعين ثلاثه اربعه اللي بقت من السمستر وان شاء الله تعالى تخلصوا على خير. خلاص ما راح ابطل عن الكلمه هذه، راح كمان اخذ بقيه الاسئله. امجد تفضلي. ورجاء خلي تكون خلص الاسئله الان، خلي تكون على الاساينمنت نفسه، يعني او الاساينمنت 2010 ايضا مقبول. فامجد سمعتي؟ طيب انا مو سامع، اسف، خليني اروح لساره.
السلام عليكم دكتور. سارة معكم سلام. الله يعافيك، بس أبغى أستفسر عن الـ 110 الواجب الـ Part 3. دورت في الكتاب، دورت في الـ Slides، ما لقيت شيء. يعني ما في شيء واضح يوضح لي هذا إيش. بس أي نقطة، بس أنا أي Part، بس عفوا أي Part. Part 3 Question 1 and 2. Part 3 تعال تعقف مشي. اي هذا اول سؤال. سؤال نعم. ممكن يعني بس اقول لك كلمه دكتور، يعني الله يعافيك، اولا ما موفرتون لتيتشر يعرفون يشرحون باختصار شديد، وثانيا ما فعلا بالفروقات بين الطلاب. يعني انا ما درست برمجه وقاعده اعاني عشان احل واجب، والمحاضرات الافتراضيه انت وقفت معنا من سادس شابتر وضعنا بعدها. يعني معليش، بعد راعونا انه مثل ما ان رايكم المفروض تراعونا على كل هذا. شوف معلش، نعم طيب، بس مرة ثانية يعني معلش، يعني بس خلي يعني هو المحاضرة هذه هي مش محاضرة، معلش مش محاضرة كومبلين أو شخاوي، يعني هي حقيقة أن حد مساعد في الأسايمنت. فمثل ما حكيت لكم يعني أنتم طلاب بالنهاية جيب معلومة. بالناحية التسجيل إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعمل المستحيل، بحيث على فكره حتى طلابي يعني لا تقول انه حتى طلاب البنين يعني ما عاد سجلهم، يعني يشوفوني فيس تو فيس. فهي الطلاب اللي في الرياض يشوفوني فيس تو فيس اشرح لهم المواد. لكن مع هذا ضبط نفسي الاسبوع هذا ان شاء الله تعالى، احاول اسجل ما تبقى من المحاضرات واخليها افيلبل باذن الله تعالى، يعني قدر المستطاع بحاول يعني قبل الجمعه تكون هاي الامور موجوده. بس على كل انت اوكي بليز، الله يعطيك العافيه. المادتين اي تي سي باذن الله تعالى، احنا كلها بصراحه ضايعين فيها. طيب بالنسبه لهذا البارت 3 جاي جاي ان شاء الله تعالى. فبالنسبه للبارت 3 اللي هو الكوفي ماشين، فكروا فيها. طيب احنا الان اذا ما اخذنا البروسيسور والميموري ها حتى سبيد اب الشغل، نحن بيكون عندنا، شوفوا عندنا ثلاث انواع من البروسيسنج. عندنا بروسيسنج اللي هو سيكوينشال متسلسل. يعني ايش متسلسل؟ اخلص عمليه ابدا بالثاني، اخلص عمليه ابدا بالثاني. طيب الان هذه العمليه لو لاحظتوا عمليه بطيئه، اوكي هذه العمليه بطيئه، اني يعني اخلص شغله وابدا بالثانيه، اخلص شغله وابدا بالثانيه، يعني ما اخلص. طيب في عندنا طرق عمليه نسهل الشغل، اوكي اللي هي عمليه احد امور البايبلاين. طيب ايش يعني البايبلاين؟ بايبلاين خط انتاج. يعني انا الان عندي بروسيسر واحد، بدل ما انه اخلص الشغل كامل ها، لا اخلص جزئيه من الشغل. مجرد ما خلصت الستيج هذه ابدا بالبرودكت الثاني، ابدا في الجزئيه الاولى. على سبيل المثال هو بايبلاين يعني خط انتاج. الان لو اشوف في تقارير التلفزيون الى اخره، من يصنع سياره، هل معقوله الشركه ها تصنع سياره تخلصها كامل يلا تبدا بالسياره الثانيه؟ هل معقول هذا الحكي؟ ها؟ طبعا لا، اوكي مستحيل، لانه عمرهم ما راح يخلصوا. واضح؟ لكن لا، مثلا خليني احكي بس مثال من عندي، يعني اول شيء يخلوا يركبوا جزء السياره. هذا في خط، مجرد انه عدت هذا الخط، يعني خليني احكي بعد ما ركب جزء السياره يركبوا ابواب. عبين ما يركبوا الابواب، السياره الثانيه دخلت في ايش؟ في طور انتاج جسم السياره. فهمت علي؟ وهكذا. فما استنى، ما انتظر انه تخلص العمليات كلها، لا او عفوا كل جزء، يعني كل برودكت يخلص حتى ابدا بالثاني، لا 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 لا، اقسم الجزء، اقسم البروسيس الى اجزاء. ولهذا اذا شفتوا في الرسمه اللي رسمت اياها، خليت لكم اي بي سي في البايبلاين. اي بي سي ايش يعني؟ اي بي سي يعني انه يعني هاي مراحل، عندي ثلاث مراحل، كل مرحله تاخذ ثانيه في مكان اخر. يعني في نرجع لموضوع الكوفي مشين. الكوفي مشين خلينا نحكي على سبيل المثال، على سبيل المثال لو قسمنا الطباعه، لا هم عندي مثال، لو قسمنا الطباعه انه خلينا نحكي ستيج، مرحله تطبع ابيض واسود، المرحله الثانيه تطبع ملون، المرحله الثالثه تطبع صور في الدوكيمنت على سبيل المثال. طيب الان هيتقطع صوت؟ هيتقطع؟ يعني سامعيني بس كويس ولا ايش؟ سامعيني كويس؟ لا ما سامعيني كويس؟ اها سامعيني؟ اوكي
طيب طيب حلو حلو. طيب الان نرجع من جديد احكي لكم. لو الان عندي خلينا نحكي عندي اوراق ابغى اطبعها، وخلينا نحكي نقسم الشغل الى ثلاث اقسام، قسم يطبع ابيض واسود، قسم يطبع ملون، وقسم يطبع صور. طيب الان بدل ما اطبع ورقه ورقه خلص ورقه وابدا الثانيه، طيب ليش ما اقسم الى ثلاث مراحل في الفايف لاين، بحيث انه دخلت اول ورقه دخلت على اي، اي يطبع ابيض اسود. حلو، خلصنا من الاي، خلصنا ابيض اسود، دخلنا في مرحله البي، هاي الورقه الاولى عشان نطبع من الاول. طيب خلي الورقه الثانيه ايش تسوي؟ تدخل على الاي مباشره، الورقه الثانيه راح تدخل على الاي مباشره، وهكذا صار عندي سلسله خط من الانتاج. وضحت الصوره في الباث لاين؟ في البايب لاين وضحت الصوره. وهذه نفس المبدا اللي حكينا عنه في انواع، بنتكلم عن البروسيسور والميموري تذكرون في احد الشابترات اللي موجوده النهايات، يعني بعد ما تدرسكم في احد الشابترات تكلم عن الميموري. واضح؟ وضحت الفكره اللي شرحتها؟ اذا وصلت خلوا صح او اسالوني عليها. واضح ان شاء الله واضح. طيب هذا في ناحيه البايب لاين. فالان تحسبوا الان، طيب حكينا انه السيكوينشال ها راح ياخذ معنا بكل بساطه ايش. طيب اكتبوا لي الان، غششوا الجميع، ايش معادله السيكوينشال حتى تطلعوا لي الوقت الكامل للسيكوينشال؟ ايش راح تكون الوقت؟ ايش راح يكون؟ بالضبط انستركشن ضرب تايم، ايه مش انستركشن قصدك الوقت، عفوا اي نعم البيبرز يعني صح بالضبط، عدد الاوراق ضرب التايم. فيطلع عندي اللي هو تقريبا صح يعني 15 ورقه في ثلاث اللي كل ورقه ثلاث ثواني، فهي بالضبط حلينا 45. طيب الان ما راح احل الفايف لاين، فكروا فيه كم راح يكون، ارسموها ها، حتى لو رسمتوها على ورقه فكروا كم كيف راح يشتغل الفايف لاين. أول ورقة كم ثانية راح تستغرق؟ طيب ثاني ورقة كم ثانية؟ طيب ثالث ورقة كم ثانية راح تستغرق؟ وهكذا. حلو. طيب أما إيش رسم مو عارفينه، يعني مش ضروري ترسموه، بس أنا هذا الرسم اللي رسمت لكم إياه بس حتى أوضح لكم الصورة. تمام؟ أنت مش ضروري ترسموه، تقدروني بس تكتبوا لي المعادلات، ويعني طبعًا مع الناتج النهائي. بس هذه الـ يعني الصور اللي خليتها أنا بس حتى أنتوا يعني يصير عندكم بيكتشر. يعني كيف خط الانتاج ماشي عندي. طيب هذا في البايب لاين. اما في اللي هو المالتيبل بروسيسز، خلينا نتكلم بروسيسز، كل بروسيسر يشتغل كسيكونشال. فبدل ما يكون عندي بروسيسر واحد يشتغل سيكونشال الوقت راح يكون طويل، خلينا ثلاث بروسيسرات كل واحده تشتغل سيكونشال. يعني في المره الواحده كم بيبر راح تاخذ معي؟ في المره الواحده كم بيبر راح يشتغل عليها؟ ثلاثة. حلو ثلاث بيبرات في المرة الواحدة راح اشتغل. طيب كم ثانية؟ واضح؟ لا تجاوبوني، انتوا فكروا فيها كم ثانية راح يكون عندي. طيب فهذه كانت عندي اللي هو ال السيكوينشال بايب لاين، واللي هو ال طيب الجزء الثاني ما شرحته فيها، عشان كذا انا خليت لكم الشرح مع المعادلة. في عندنا شغلة نسميها سبيد اب. ايش يعني سبيد اب؟ هو الريشيو، النسبة ما بين البايب لاين والسيكونشال من جهة، وما بين البارلل والسيكونشال ايضا من جهة ثانية. معادلتها الوقت عشان تحسب السبيد اب، معادلتها السيكونشال دائما فوق بالضبط، والبايب لاين او اللي هو البارلل بالمقام. يعني لو على سبيل المثال الوقت المستغرق لعمل بروسيس معين في السيكويشن، لو كان الوقت المستغرق 4 ها، بينما الوقت المستغرق لنفس العملية بالبايب لاين 2، كم راح يكون عندي السبيد اب؟ 4 تقسيم 2 يساوي 2، يعني احنا ضاعفنا السرعة. فهمتوا علي؟ هاي نسبة ريشيو، يعني احنا يعني سو خلصنا البروسيس بضعف الوقت. اوكي، او بنفس الوقت طبعا، يعني قصدي انه بدل ما 4 ثواني كان 2، فالريشيو 2، يعني احنا بنفس الوقت خلصنا اللي هو البروسيس. وهذه الفكره، فتحسبوا لي السبيد اب بتاع البايب لاين
والسبيد اب بتاع اللي هو البارليل بروسيسنج. طيب خلينا ناخذ سؤال من رزان. I've got a question regarding the burnish in IP110. That web-based system architecture. When searching, I didn't find anything about web-based system architecture. There's web-based application architecture and. انقطع صوتك، يعني صوتك كسر. Can you just repeat please? Okay, the first question on the bonus, web-based system architecture. Can you hear me? Mm-hmm. Yes, yeah. Yeah, when searching, I didn't find anything about web-based system architecture. There's web-based application architecture and system architecture alone. Mm-hmm. So how are we supposed to answer this? Okay. Yep. No problem. This question is to do with the basically now. So far in our computer organization, we have been talking about the hardware mainly. كلام عن processor, memory, إلى آخره. Hardware يعني organizational system. But this is not all. We have also web applicational organizational system. الآن السيستم اللي موجود عندنا في العالم أصبحت كلها linked للويب. إحنا الآن هنتكلم خلال web application البلاكبورد. واضح؟ فالآن أصبحتنا الإيش؟ أصبحتنا web application جزء لا يتجزأ من any organizational system. احكوا لي الآن advantages. حتى على فكرة كان يعني كان يدخل يعني من المخيلة يعني من إذا يعني من المنطق. إيش الآن advantages تاع using the web applications أو the web based system على the ordinary system؟ على سبيل المثال مثل ما حكيت لكم الزمان اللي كان يبحث عن معلومة لازم يروح على مكتبة لأنه ما كان في يعني web, كان يعني كل شغل يعني hardware عملي بإيده لازم يشتغل. طيب الآن مثل ما حكيت لكم الآن نبحث عن معلومة أقدر أستخدم الويب أو راح يطلع لي ملايين المعلومات. واضح؟ طيب الآن فكروا في هذا المنطق, إيش مجرد أن أطلق على ممكن advantages تعطوني محاسن اللي هو استخدام الويب applications. وضح السؤال هذا رزان؟ ديكشنري إلى آخره طبعا. أوكي أوكي. طبعا سامحوني يمكن ما عاد ألحق أقرأ جميع يعني التكست لأنه يعني الحقيقة يعني في العادة أنا ما أركز على شغلة واحدة. فسري يعني إذا هذه يعني مش الفوائد يعني مش فوائد الابلكيشن وإنما فوائد السيستم. مش ما تكتبوا لي فائدة البلاك بورد على سبيل المثال, لا فائدة السيستم الويب. إيش فائدة الويب عن الفائدة الفوائد العادية؟ لطيفة عندنا لطيفة لطيفة ما سمعت. طيب منيرة منيرة أوكي. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. يعطيك العافية دكتور. بالنسبة لك assignment 2 حق CS الحين عندنا احنا رح يصير عندنا 3 classes صح, اللي هو date and time هذا المين كلاس, ورح يصير عندنا class set date و class set time. لا عفوا عفوا class واحد اللي هو يعني سوي combination سوي combine لديت و time في class واحد. اوكي طيب بالنسبة للدكتور بالنسبة للبارت 4 في ال 110 انت قاعد تقول explain all the hardware components صح. يعني في عندنا زي النقطة الثانية اللي هي Genius Home Basic Operation System هذا software اشرحه ولا ما اشرحه؟ لا لا تشرحي حكيت الهاردوير وهو هذا السؤال. انا يعني ايضا كنت ابغى بعض الطلاب حتى يفرق يعني اشرحه بالـ homework ولا اسوي له اجنر اشرح بس الهاردوير بس هذا ما هو هذا هو هذا السؤال. ليش انا كان انه بغيت طلاب يميز ما بين اللي صار السمستر كامل السمستر كامل نتكلم عن الاورجنايزيشن تاع الكمبيوتر. انا نعم طيب بالنسبه الله يعافيك دكتور بس نعم. اقول لك شيء يعني ضروري انه هذا الشيء تنتبه عليه بالنسبه في الميد تيرم اكزام. انا بالنسبه لي ما رجعت ورقتي شفت الدرجه وحطيتها
بس الله يعافيك خليني بسوي لك النقطة هذه. يعني في بنات يوم راجعوا ورقهم، أنا بالنسبة لي ما راجعت، بنات راجعوا ورقهم طلعت عندهم درجتين ثلاث درجات، أو تقول أو أوكي أيوة العدد، هي أصلا نفسها ما عارفة تصلح. نقطة ثانية الحين زي الهومورك السي إس بالنسبة للكونفيرتينج سؤال أربعة في بارت 1، أنت قلت لي شيء وهي قالت لي شيء ثاني، أنا خايفة من التصحيح الآن في الهومورك، الهومورك ما أقدر أشوف تصحيحها زي الميدتيرم، يعني مشكلة صراحة لأن هي ما تعرف تصلح وتحط لك غلط وإحنا فاهمين منك شيء وهي فاهمة شيء ثاني، هنا المشكلة إحنا نروح فيها مو بحث ثاني. فيعني المفروض إنه تشوف مشكلتها، يعني إيش مشكلتها بالفهم دقيقة عندها. دقيقة معلش ما حكينا طيب، بس معلش يعني حكينا يعني هو يعني ما بغيت يكون سيشن هذا سيشن يعني كومبلينز، بس طيب بس تحكي لك أول، خلي جاوب على النقطة الأولى اللي سألتي فيها اللي هي موضوع الهاردوير والسوفت وير. نعم فقط تحكوا لي السؤال كان نعم هي بس دقيقة بس خليني أجاوب نقطتك وبعدين يعني تحت المجال المزيد نعم مطلوب منكم تشرحوا لي الهاردوير فقط مش السوفت وير، أوكي؟ فوين ما في عندنا في الإعلان اللي خليته في الصورة وين ما في عندنا هاردوير تشرحوا لي الهاردوير، يعني نحكي مثلا الديوال كور بروسيسر، إيش يعني الديوال كور؟ وضحوا لي اشرحوا لي إيش يعني الديوال كور، واضح؟ وايضا طلبت منكم انه تخلوا لي انتم تجيبوا اعلان من عندكم انتم وشوفوا مكتب الجرير من الانترنت الى اخره، جيبوا لي اعلان انتم وسووا لي مقارنه ما بين اعلانكم والاعلان اللي انا خليته واحكوا لي بالنهايه من الاحسن، اوكي اي سيستم هو الاحسن بناء على المواصفات. على فكره هذه اساينمنت، يعني شوفوا انا كان زمان كان عندي كلمه لاحد الدكاتره صراحه وظلت في بالي وانا احكيها لطلابي دائما، كان عندي دكتور زمان يحكي اللي يسوي اساينمنت very good ياخذ علامه ممتازه، كان بس يحكي كان يحكي لي كان يحكي لنا احنا كطلاب كان يحكي اللي علمني شغله ياخذ علامه كامله. هم فانا نفس الشيء عجبتني كلمته صحيح، انا فعلا انا ايضا علموني، يعني اللي يسوي لي اساينمنت بحيث يعلمني شغله يفيدني هذا راح يعني يعطيه التوب. طبعا ما يعني انه يعني سويت اساينمنت 100% صح يعني راح تاخذ علامه كامله، بس اللي علمني شغله يعني انا راح افرح له انه واحد يعلمني معلومه جديده انا ما اعرفها. فدائما يعني think of this انه يعني you can do it you can okay. فدائما سووا assignment تاعكم يعني وكونوا more open minded. طيب نرجع لموضوع انتشار التصحيح المصريح منيره، يعني شو هو شوفي بالنسبه تقدر تشوف التصحيح تاعك في الاساينمنت من حكى انه ما تقدري، فمن مجرد ما تطلع العلامات الاساينمنت مباشره تقدري بكل بساطه تروح على الدكتوره وتشوفك التصحيح، واصلا راح يكون في فيدباك اصلا يعني راح يعني في فيدباك نحكي لكم وين اخطائكم في الاساينمنت. ف you can easily go to your lecturer and ask for the يعني for هذا يعني فيدباك. طيب تفضلي من جديد منيره. بس انا يعني سوري اني تكلمت بالنسبه للتصحيح، بس انه احنا قاعدين ندور الدرجات فهي قاعده تنقصنا لانه بس انه والله انه انا مو فاهمه انت ايش قصدك هنا. خلاص انا وضحت لك هي زي مثلا اشرح الهاردوير اقول لها مثلا الكترونيك كومبوننت، لا انك ما حطيتي فيزيكال كمبيوتر تنقصي عليها كبي بيست تبغى، انا خلاص انا فاهمه يعني المعنى حق الجمله الهاردوير هو كمبيوتر، شرحت لك ايش هو الكمبيوتر تجي تكتبي لي لا لانه في كلمه نقصتيها تعتبر الاجابه غلط. سلات كبي بيست يعني وي هاف تو اندرستاند بيفور كبي اند بيست يعني، بس هذه هي النقطه اللي انا عندي. نعم راح شكرا لو حكيتي، يعني راح طبعا مثل حكيتك من ناحيه الاساينمنت دونت وري اصلا امعم على الجميع انه يعني they be more flexible من ناحيه التصليح في الاساينمنت يكون اسهل، وايضا كويس انك حكيت لي النقطه هذه حتى امتحان الفاينل بس اكد على الجميع انه يعني بس يعني يقبلوا وانا حقيقه كنت حكيت لك هذا انه يقبلوا مالتيبل انسرز ما دام الشرح صحيح، يعني لانه يعني انا بالنسبه لي ضد شغله الحفظ والبصم، في امور لازم يعني يكون في بصم، يعني مثلا على سبيل المثال الكيوردز تاع جافا ما تقبل يعني مثلا كلمه نيو ما تقبل كلمه ثانيه لازم نيو، يعني يغطي من رايك. لكن بشكل عام انا ضد شغله الحفظ، يعني الفهم ما دام فايل اذا كان فهمان هو هذا المطلوب، يعني مش شرط انه يكون يكسم بصم. طيب شكرا انك نبهتيني، يعني الله يعزك. بس في نقطه دكتور، مثلا زي بارت 1 هذا اقرب مثال صار الحين، بارت 1 كويستشن 4 شوف انا سالتك بالنسبه للكونفيرت والراوندينج، هي تقول لي خذي اربع اول ارقام من اول رقم وقربيهم، انت تقول لا، يعني في مشكله، هي اصلا هي مو فاهمه كيف التقريب. لا
معلش معلش دقيقه انا حليتها على الاي شرحت لي اياها بس هي اللي بتصلح ما هو انت اللي بتصلح هنا المشكله او او او, أو, أو يعني راح اخلي لهم يعني انه هو اناونسمنت للمدرسين البقيه انه يعني تك يعني يتبعوا النقطه هذه النقطه هذه بس اللي ذكرت فيها كويس تاع الاي بي سكور تاع الكونفرجن طلبت منكم السؤال الاول كان انه نسيت الفرع الاربع يمكن اللي هو معطيكو هكسا تمام ومعطيكو اكسل اظن وطلبت تحولوا الباينري هيك شكل لا طلبت تحولوا الديسيمال طلبت تحولوا لي الديسيمال وحكيت اعطوني الاقرب 4 ديسيمالز اعيد مره ثانيه من نحكي 4 ديسيمالز اي اذن شويه دقيقه بس خليني شبك بس دقيقه انا بعض الاحيان حساس يعني اصوات الاصوات قد يعني تلخبطني عن هذا طيب بنحكي فور ديسيمالز يعني ما بعد الفاصله من اليمين اوكي طيب انا صراحه انا نسيت انا يعني احكي لكم انه في الاسان ده نسيت اخلي فاصله نقطة في اللي هو الديسيمال فظلت كلمة فور ديسيمال طبعا بالفرع الفرع بي لا ما في مشكلة في الفرع بي في عندي فاصلة لازم يعني تكتبه له في الفرع اي نسيت اخلي انا فاصلة اصلا ها لكن هذا ما يعني انه يعني الجواب راح يطلع خطا لا بكل بساطة راح اغششكم ايش راح يكون جواب طبعا ما راح اغشش الجواب بس راح اغششكم الاربع ديسيمال بليسز طبعا الجواب راح يطلع كله فول هول يعني رقم كامل صحيح ما اطلع في فاصل لانه ممكن يفاصل اصلا لكن ما دام حكيت nearest decimal places ايش يعني ايش راح يكون جواب؟ لا تكون جواب بس اعطوني بعد الفاصله ايش راح يكون؟ ايوه ممتاز لا مش اربعه اربع اصفار صحيح مش ثلاث اصفار اربع اصفار ما دام حكيت nearest four decimal places ما بعد لا تخلوا فاصله وبعد الفاصلة راح يكون عندكم أربع أصفار لأنه ما في عندي رقم لكنه you have to stick مثل ما أحكي لكم دائما اتبعوا instructions carefully أنا حكي لكم أعطوني أربعة decimal places تعطوني بعد decimal places صح أنه خطأ من عندي نسيت أخلي نقطة أو فاصلة في السؤال هذا لكن it doesn't matter you can still do it خلوا الرقم صحيح ها اللي هو اللي راح يطلع بالديسيمال بعد كذا تخلوا إيش نقطة أربع أصفار واضح؟ طيب دكتور بالنسبة للثاني نزيد ثلاث أصفار صح ما اعرف اوكي ممكن زي ثلاثة صفر ممكن صفرين ما اعرف اوكي يعني يو هاف فيجر ات اوت المهم يطلع لكم اربع ارقام يتخلوا فاصله يكون عندكم عدد صحيح فاصله اربع ارقام فالفرع الاول الاربع ارقام تاعه راح تكون اربع اصفار بينما الراوندنج مثل ما حكيت لكم يعني في السؤال الثاني اذا لو طلعت لكم خلينا نحكي دقيقه خليني اكتبها ما عندي على فكره ماوس احكي من اللابتوب ف سامحوني يمكن الخطر راح يطلع سيء راح تكتب المثال لو كان عندي رقم هنا رقم صحيح اوكي نقطه اوكي نقطه هاي بس معلش مش دحيح ما سوري ما في عندي ماوس يمكن صعب طيب احكي لكم اربع ديسيمال بليسز ايش يعني اربع ديسيمال بليسز خلينا نحكي على سبيل المثال طلع عندي بعد الفاصله شايفين الفاصله هاي ها شايفين هاي الفاصله اللي خليتها النقطه اوكي شايفينها حلو طيب لو خليت سبعه واحد ثلاثة اثنين أربعة هذا كم رقم بعد الفاصلة؟ هذا كم رقم؟ خمسة حلو تمام طيب بس أنا طلبت منكم أربعة إيش نسوي الآن؟ طلبت منكم أربعة إيش نسوي الآن؟ بكل بساطة راح نشوف نسوي عملية راوندينج عملية تقريب صح هذا صح 7 1 3 2 كيف انت قرب صح شوف الارقام هذه عندي 1 2 3 4 5 الرقم الخامس هل الرقم الخامس اكبر ولا اصغر من 5 اكبر ولا اصغر من 5 اصغر من 5 صح بالضبط ما دام كان اصغر من 5 نلغيه تمام والرقم هذا يكون الناتج النهائي طيب لو كان عندي نفس الرقم 7 1 3 2 لكن كان عندي هذا راح عندي كان عندي 5 فما فوق 5 6 7 مثلا من يعني من 5 ل 9 ايش راح يصير عندي هذا الرقم الخامس
لو كان عندي 5 على سبيل المثال 5 فما فوق بالضبط راح اجي عليه احكي ها هو 5 واكبر فايش نسوي معناته نضيف لكن نضيف 1 للرقم الرابع فهذا الاثنين راح يصير 3 وضحت الفكره وضحت هذا هو الرامزنج لكن المثال اللي هو الرقم الاول انا خطا من عندي نسيت اني اخلي فاصله فخلص لا يو هاف تو بوت جاست بوت فاصله واربع أطفال كده صار عندكم 4 decimal places وراح أحكي هذا لبقية المدرسين just in case في مشكلة أوكي؟ طيب أخذ أيضا سؤال من نور تفضلي طيب دكتور في part 1 question 2 أنت عطينا السؤال give the binary representation in the computer طيب هنا ال x equals 38 إحنا المفروض نعطي ال binary representation لكل العبارة مع ال x وال equal parentheses كل شيء ولا بس ال 38 هي لوحدها فقط 38 هنا الكي الكي اللي عند الكمبيوتر الكي اللي هي ال 38 وكلمة كمبيوتر طيب الكمبيوتر كيف يشتغل إحنا ما حكيت يمكن أنا حكيت الكلية ومجلس مدرستكم أو يمكن أنا حكيتها من بداية السمسة من كنت أعطيكم محاضرات دائما الكمبيوتر ما يشتغل بيت بيت الكمبيوتر ما يقرأ بيت بيت لو قرأ بيت بيت يعني صفر واحد واحد صفر يعني عمره ما كان يخلص ها لكن يجمع عدد من البيت together ويشتغل عليهم جميعا واضح فكروا الكمبيوتر كيف يشتغل بناء على هذا راح تجاوبوني في 38 طيب راح يكون تحويل باينري عادي 38 تحويل لباينري عادي لكن طبعا ما راح صار راح تنجاوب يعني راح يكون تحويل عادي من 38 لباينري لكن فكروا كم بيت راح يكون اوكي طيب في ايضا اسئله طبعا نو جوفنز حكيت لكم 38 راح يكون عادي نو كونفرجن حولوا الباينري بس كم بيت واضح يعني الكمبيوتر كيف راح يقرا تمام اوكي اني مور كويشنز يا طبعا تحولوا بالضبط تحولوا ال 38 عادي تحولوها لباينري تحويل عادي بس لازم تضطروا تضيفوا اصفار حتى you make up a number of bits اوكي واضح طيب قلت لهم مدد لنا الواجب الثاني على الاقل يومين ابدا لا ابدا ابدا لا اوكي سوري بس يعني دائما حكيت لكم ما عندي كم assessment I don't give any يعني ما في عندي لعب بيكون عندي assessment عندي مقدسة والأوقات اللي أخليها مقدسة يعني بالله عليك بس يعني سؤال منطقي ما عندك واجبات شو هي من نفسها وبقسمكم على فكرة ما يعني معلش لو أعطيتك الآن ما راح يعني لا تحاولوا الشباب حاولوا معي كثير أنه أجل وغير هذا no way هم فكروا بس موضوع شغلة بس دقيقة سارة فكروا موضوع شغلة يعني بالله عليك لو أعطيتك يوم زيادة مثلا يعني دار مش راح يصير أنا أعرف إيش راح يصير ما أنا كنت طالب وأعرف إيش راح يصير راح تحكوا الحمد لله صار عندي يوم زيادة معناته اليوم الليل هذا راح نرتاح نرجع تلفزيون 100% هذا راح يصير مع معظم الطلاب وما حد يحكي لي لا ما حد يحكي لي لا لأن I know أوكي هذا اللي راح يصير فايش هو براسكو سواء سويتوها يوم الأحد أو الاثنين هي براسكو أني هفت دول فما في عندي زيادة عفيت وقت كافي and it is enough والله assignment LIT you can do it in one day إذا جلستوا عليه concentration والله you can do it in one day في طلاب عندي من طلاب بتاع الرياض والله عفيتهم الassignment أنا ما تعفيت assignment LIT كان يوم أحد وثنين نسيت ها ثاني يوم جايبني الassignment شبه خلصها جايبيها بإيده سوي لي على ايباد جايب لي بس شوفني سألني كم سؤال يعني بس clarification جاوبت عليهم وراح سلم ها بثاني يوم معناته الزوبل بغض النظر يعني لا تقول إن هو يمكن ما يشتغل ما أعرف يعني يشتغل ما يشتغل يعني بس he did it okay so if he did it why can't you do it okay so يعني على كل فلات يعني ولا خبرات ما لي علاقة ما يشغل خبرات ما خبرات الطالب اللي يبغى في طالب شوف الطالب اللي عنده جلد يعني والله ممكن يلا الطالب اللي عنده علم فيعني على كل ما راح كان في الموضوع سارة تفضلي
طيب دكتور في فرق بين ان في دكتور يشرح وفي دكتور ما تشرح، يعني هذا اساس الفرق. اذا الطالب ما يفهم فطبيعي انه ما راح يعرف يحد، يعني فلا تلومنا على شيء الا ما لنا ذنب فيه. يعني ما هو لا له، هو شوف يعني ما قصد لا عذر الطالب ولا عذر الدكتور، بس هي الطالب نعم انت قاعد تلومنا الحين تقول لنا اي لا هو شوفوا انت كطالب كطالب معلش معلش كطالب هي ما قصد شوفوا المحاضره مش محاضره لوم، محاضره اي ونت تو كلاريفاي ثينك. شوفوا انا راح اكون يعني يمكن معاكم في السمسترات القادمه، فيعني هاف تو اندرستاند سمثينج. طبعا هذا القانون ام سي بي وهو اعتقد قانون يعني الاصح، لانه يعني بالنهايه انتم كطلاب يو هاف تو ديل وذ سيتويشن. اعطيكم مثال، اعطيكم مثال. طبعا ما ما حكيت انا ما احب يعني هاي المحاضره كانت محاضره انا يعني هي محاضره مساعده مش محاضره واحد يلوم الثاني واحد يعني يخلي يعني معلش 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 اعطيك معلش عادي عادي دقيقه انا اعطيك مثال. انت الان مثلا موظفه وجدتك مديره يعني خلينا نحكي مديره متساهله، اوكي حكيت لك والله خلص قام الساعه 9 تعالي على 10 ما في مشكله ما دام انت تشتغل على تنجزك. يعني انت يو هاف تو لسن تو يور مانجر، تحكي اوكي المديره سهله والله خلي امشي الادام على 10 ما دام انا شغلي على تنجزه ما عاد اقصر في اداء واجبي. بعد شهرين تبدل المديره، جت مديره ثانيه حافت مدير اللي يجي 9 دقيقه ينخصم عليه يوم كامل. هذا طيب ايش راح تسوي؟ ما راح تمشي بديره تبغى المديره الجديده. فالفكره في الموضوع انا دائما احكي هذه you have to live with your lecturer. يعني you have to listen to them. خلص هو يعني lecturer باسك براسك سواء كان يعني ايش مكان هم يشرحون لي. طيب هنا السؤال شلون انا احل وانا ما انجح؟ يعني معلش يعني هو مهم تروح الحين وشوف مع احترامي ممكن. طيب سام سام نعم انا احكي لك مع احترامي مهما كانت الدكتوره يعني تشرح او ما تشرح فهمك فهم بس هي اعتقد جهد معلش يعني. وانا متاكد لو احكي لك يعني ما اعتقد راح تقصر معك، يعني ما اظن راح تقصر معك واضح. يعني معلش يعني تروح انا تشوف درجاتي انا ابدا لا انا قاعده بس الوم وبس. ممكن تشوف درجاتي عند الميد عندك كل الميد تبعك بعد ما شرحت لي انا الحمد لله جبت درجات كويسه، بس بعد ما شرحت لي اوكي ما عرفت حل الواجب وش يعني وش استفدت انا الحين؟ يعني اذا انتم ما وفرتوا لي لا لابس ولا تيتشرز يشرحون زي الناس نرجع موضوع اللاب تقول لي اسايمنت ما في يعني اصعب منه وقاعده انا 4 ايام حتى الويكند ما اطلع من البيت عشان بس احله واسوي سيرشز وما ادري ايش وفي النهايه انا ما حليت. كيف يعني قدرونا قدركم. معلش معلش شوفوا شكاوي ما حكينا يعني هو شوفوا بالنهايه شغل يعني براسكو فيا بالعكس انت ما شاء الله عليك ما دام تحكي انه والله اشتغلت الويكند ما طلعتي وانت هو هذا الاصل. انا الان ويكند ايش مجبور اني اطلع الويكند؟ انا ايش اسوي؟ لا انا عارفه ما هو الحياه لازم تكون كذا. معلش يعني معلش اختصار يعني هو الحياه لازم تكون كذا. انا الان ما طالب يعني انا المفروض اعطيك الاسايم بدون اروح ارتاح، لكن جالس والله العظيم احكي لك الان اصحاب طلعت معي تليفون اعتذرت منهم فاحكي لك انه يعني يجلس بزنس لايف. يعني انا الان انا ايضا جالس في ويكند جالس في بيت عشان اشتغل تمام بزنس لايف. يعني الحياه يعني هي وحياتك مش كلها مش 24 ساعه كذا، تجيكي فترات ضغط فيها وانت كطالبه وقد تكوني مع انا من دخلت الجامعه واساسا انا مو ضغطه يعني معلش معلش يعني احنا فوق طاقاتنا. طيب زائد احكي لك ما في فوق طاقاتكم ما في تشوف الطاقات هذه والله يشوف الانسان والله عنده طاقات جباره ما في فوق طاقاتكم بالعكس يعني كل الامور كانت ميسره بس الطالب لازم بس شويه يشد حيله اول باول يشتغل. وبعدين من ناحيه اللابات ورا ثلاث شوي اللابات لانه اللابات معطيك كثير للهومورك وغير الهومورك ما في عندنا اسئله كثيره في خلال المحاضرات بالسلايدات. طبقوها بنفسكم غيروها طبقوها عدلوا عليها افهموها الى اخره. متى اذا كل تيتشر يعطينا اسايمنت وكل واحد نفس الديدلاين متى One-on-one كلها نفس الديدلاين. يعني الحين انا للحين قاعده في 110 ما بعد بديت في 101 يعني معليش حالتنا حاله وكلها نفس الديدلاين بدنا واجبات بعدين
طب انتم كلكم تضغطوننا في نفس الوقت، شو نسوي طيب؟ انا في حضرت المحاضره من الاول يعني شوفي انت عندي كذا 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 مدرس، وانا كنت نفس الشيء كنت طالب كان عندي كذا مدرس. شوفي المدرسين طبعا ما واحد يعني ما راح والله استنى دكتور ثاني احكي له انت مثلا فاينلت لي والله اسبوع يوم واحد احكي لك انا يوم 10 حتى في 10 ايام ما في حكي هذا، معناته عمرنا ما اخذنا معك السمستر خلص ما في. فيعني طبعا راح يصير عليكم ضغط، لكن ضغط هو مش 24 ساعه براسكو، يجي ساعات تنضغطوا ساعات تفتحوا ساعات تنضغطوا ساعات تفتحوا وتفتحوا وهكذا، وبالنهاية انتوا جايين على شهادة يعني تشتغلوا والله 4 سنوات خلصوها ان شاء الله تعالى بخير وسلامة وتطلعوا الشهادة، راح تنسوا كل تعبكم والله راح تضحكوا على كل الحكي هذا وراح تضحكوا على التعب اللي تعبتوه، ولانه كلنا صير معانا. وانا لانه ما احكي يعني انا احكي عن خبرة، انا خلصت دراستي تقريبا 27 سنة من حياتي انا الدراسة 27 سنة انا بالدراسة دراسة أضحك عليها كلها مع العلم والله كنت أقرب حياتي مثل ما تحكي الآن أختي مثل ما تحكي الآن، كنت أيضا ضايق من كل الدنيا كنت سرحان الدنيا ها بعض الأحيان مش دائما بعض الأحيان، لكن الآن والله كلها أضحك عليها كلها أنبسط عليها وأحكي أنه أيام حلوة ويعني على كل فرجاء يعني شدوا حياتكم وخلاص تحملونا ما خلص ما استفدنا الله يعطيك العافية. وأنا موجود أنا موجود أخوان أنا موجود يعني اللي عنده فعلا سؤال اللي عنده مشكلة أنا يعني حياكم الله وموجود ويعني تحملونا من جديد. طيب منيرة تفضلي. دكتور بس في شوي صار confusing بالنسبة لبارتو 210 اللي هو الاسكي converting to ASCII code. طيب الحين هو الاسكي كود انا اللي عارفه انه هو باينري نمبر هذه اللي لقيته تمام، في هكسادسيمال في ديسيمال وفي اوكي في ناس يقولون نحولها من اكسي الى باينري ومن باينري الى هكسادسيمال، طب هو نفسه هو باينري نمبر. دقيقه انتم شوفوا انا من سالتكم هذا السؤال اخذت ستيجز اخذت مراحل، كيف اخذت مراحل؟ سالتكم السؤال الاول عرفوا لي ايش يعني اسكي او اكتبها اسكي اختصار لايش، هذا الفرع الاول. الفرع الثاني طيب ممكن تشرحوا لي شرح بسيط على الاسكي، أنا ليه سويت كذا عمدا حتى تعرفوا كيف الأسكي يشتغل، واضح؟ بعد ما عرفتوا كيف الأسكي يشتغل تجوا الآن على التحويل اللي طلبته منكم. باختصار الأسكي مجموعة من يعني راح أغششكم من جديد 7 بيتس تمام؟ هذا عشان من نتكلم عن الأسكي 7 بيتس. فالآن كل كاركتر في الدنيا إلا أسكي كود، أسكي كود ثابت لا يتغير، يعني كابيتال أي كابيتال اي عندها اسكي كود، بالمقابل سمول اي عندها اسكي كود ثابت ما يتغير، واضح؟ بالحكي هذا اللي حكيته يعني خذوها هذه كجايد لاين نفس الحكي اللي حكيته، وروح ابحثوا في النت راح تلاقوا جداول كثيره تعطيك الاسكي كود، مجرد انه بسوي له كوبي بيست لكل الكاركترز اللي موجوده، ركز معي لكل الكاركترز اللي موجوده وطلعوا لي السبيس يعني كود كيف؟ إذن السبيس برضو نطلع له فيه له كود معين السبيس إذا كود معين برضو أني أحط طبعا غششتي جميع بس خلص تمام صح أوكي. دكتور بس في عندي سؤال بالنسبة للفاينل، لا عندي بس سؤال بالنسبة للفاينل بتجيبنا زي مثلا أنه converting to ask دقيقة لا عشان بس أهل خلي الفاينل بعدين خلاص اوكي تمام يعطيك العافيه دكتور ما قصرت. فيكم فيكم في هذا السؤال كان في الفاينل فيكم فيكم لا انا اقصد الاسكي يعني هو كله داخل لانه ها الاسكي لا بالفاينل لا ما راح يجيب في الفاينل الاسكي لا الاسكي بس الشرح ممكن يجي في الفاينل لكن كونفرجن ما راح يجي. ليش ما راح يجي؟ لانه ما مش مطالبين تحفظوا الجدول. انا ليش جبت في الاسامي حكيت لكم الاسامي هو عباره عن اوبن بوك يعني تقدر تبحثوها الى اخره، فالامتحان ما راح تجيب لانه انتم مش مطالبين تحفظوا الاي والبي والى اخره، واضح؟ اوكي يعطيك العافيه دكتور ما قصرت. الله يعافيك، الله يعافيك. طيب دلال؟ دكتور بس حبيت اسال على نفس النقطه الماضيه، انه احنا بعد ما نحول للاسكي طبعا بتكون 7 بت، بس احنا لما نجي نكتب الاجابه النهائيه هل نكتبها قطعه كامله يعني الارقام ولا نكتب 7 بت يعني قطعه كامله؟ قطعه كامله. طيب شكرا. صح قطعه كامله حلو. طيب ميمونه معلش يعني معلش اخر سؤال هذا لانه يعني لازم اصلي وعندي كمان محاضر مع شباب الساعه 6 فيعني معلش اخر سؤال وهي مسجله هاي مسجلة طبعا المحاضرة التيتوريال هاي مسجلة ويعني ان شاء الله اسجل لكم المحاضرات ان شاء الله تعالى اسجل لكم المحاضرات القادمة ان شاء الله تعالى
اوكي فمعلش يعني ميمونة، يمكن اخر سؤال راح اخذ ميمونة لانه يعني وبعدين عندي الـ يعني عندي شغل ايضا. تفضلي ميمونة. لا اسف ما فتحت الميكروفون دقيقة. ميمونة 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 ما سمعت. ايوه تفضل يا. نعم وعليكم السلام. ميمونة تفضلي. يمكن في مشكلة. طيب ما خلص ميمونة كان ابعثي لي الايميل في سؤالك اذا تحبين ابعثي لي ايميل في سؤالك. طيب لكن خلص يعني الان يعني نقصد نهاية المحاضرة. فعلا اتمنى لكم يعني موفقية. والله انا افرح اذا شفت طلابي يجيبوا علامات يعني كويسة. فبليز بليز بليز استدي هارد. انا عارف والله عارف انه الدراسة ما هي سهلة، لكن هي هذا علم والعلم ما هو سهل. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، الحياة مكابدة. فبعينكم الله وأنا موجود بالخدمة ودكاترتكم موجودين بالخدمة أيضا. فبليز دو يور بيست، اي ونت تو سي فيري جود جريدز. والأسايمنت أزعل من أي شخص ما يسلم الأسايمنت تاع، أزعل من أي شخص ما يسلم الأسايمنت تاع. ميمونة مرة ثانية عشان رفعت إيدها. أيوه ميمونة. ميمونة. طيب ممكن في مشكله في المايك، فبعثي لي في سؤالك. على كل حال اللي لسه عنده سؤال تبعث لي ايميل وارد عليه خلال اليومين هذول. وغير كذا معكم موفقيه وان شاء الله I'll see you in good health. السلام عليكم.